مسا النور للجميع، ان شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. ميرسي كتير على رسائل المحبة ورسائل الشكر ورسائل الدعم اليومية اللي اجتني من الجميع. خلينا نشوف مع بعض ما هو احداث شهر 11 لبرج الحمل. ما تنسوا تعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. المال عند الحمل هيدا الشهر في بعض الاشياء عم تتغير للبعض منكم الى الافضل، وتغييرات ايجابيه عند البعض، والبعض الاخر عم بحاول يعمل نوع من الميزانيه او تغيير الوضع المالي، يمكن لانه في ناس خسرت اعمالها، خسرت اشغالها، وفجاه تراكمت عليها الديون واشياء كثيره. بهالحالة لازم نفكر أكثر بالمصاريف، نفكر أكثر بتحديد بأي اتجاه بدنا نروح، ونحاول ما نتدين أكثر من اللازم. شهر قد يرهق البعض مالياً، مش بالضرورة الجميع، ولكنه الشهر قد يرهق البعض مالياً، خصوصاً إنه البعض منكم ممكن يعمل ميزانية السنة بهذا الشهر، أو إذا كان عنده أعمال يحاول يشوف ما هو وضع الأعمال اللي عنده. بالنسبة للصحة عند الحمل هيدا الشهر، الصحة جيدة لا بأس، بدكم تنتبهوا من الأكل الحار والمالح، ضروري تشربوا مي هيدا الشهر، وأيضا بحاجة إلى تعملوا يعني زيارة دورية للطبيب لتشوفوا شو هي الأمور بشكل عام. البعض منكم حابب يسافر، يعمل عمليات تجميل أو يغير أشياء بحياته، لا بأس بالوضع، ولكن اعملوا بحوثكم بشكل جيد وإيجابي حتى ما تلاقوا في بعض المفاجآت المحرجة أو بعض التعقيدات اللي أنتم لستوا بحاجة لها. الصحة عند الحمل هيدا الشهر حكينا عنها، خلينا نحكي عن الحب. الحب والحمل، الحب البعض منكم داخل بأكثر من علاقة أو عنده أكثر من علاقة مع عدة أشخاص، مش دائما بالضرورة يكونوا هالأشخاص شركاء، ممكن يكونوا أشخاص علاقة عائلة، علاقة أسرة، علاقة شراكات. الحب والعاطفة مش بالضرورة يغطي فقط الشريك أو الحبيب، جايز يغطي العاطفة بشكل عام، المحبة، الترابط. فالبعض منكم إما داخل بأكثر من علاقة أو بعدة شراكات أو صداقات، رح يلاقي إنه المال يتحكم بهذه العلاقة هذا الشهر، وتغييرات كثيرة بحاجة يعملها ويحدد طريقه. في فئة منكم حابة انه تاخد مركز جدي بعلاقاتها وتغير اشياء كتيرة، بداية حب جديد وعلاقة جديدة للبعض منكم، وحبيب يعود من الماضي. هذا الشهر عاطفيا انتو رح تلمعوا بشكل كتير كبير، ممكن احيانا تكونوا شوي طفوليين بتعدد العلاقات اللي بعدين اذا انكشفت جايز يكون فيها مشكلة. العمل عند الحمل، اللي عم بفتش على شغل ممكن يحصل على عمل هيدا الشهر. فئة منكم عم بتغير او بدها تحاول تغير اما دراستها او اسلوب عملها او تغير مكان عملها، ممكن تواجه بعض الصعوبات، ولكن في مساعدات بتجيكم اما معارف او اقرباء بيوسعوا التواصل والكونكشن تبعكم. الدرس عند الحمل، حمل انتم بحاجة للدرس والتركيز، اذا حاولتوا تركزوا هناك نجاح، ولكن صراحة عم شوف صعوبات بالنسبة لكم بالدراسة. الوانكم هذا الشهر البنفسجي، البني، الاحمر والبرتقالي، البسوا هذه الالوان، هذه الالوان تذكر لتقوية بعض المناطق، ما تنسوا الاصفر. واما ارقامكم هذا الشهر فهي 7 9 18 25 6 و13. بالتوفيق لبرج الحمل. ملو اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. شكرا.